بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ في إطار الدروس التي نقدمها عن بعد أتوجه لكم اليوم بدرس جديد تحت عنوان الاقتباس موجه لتلاميذ الجدعة أصيل ضمن مجزوءة شعر التفعيلة أتمنى لكم أن تستفيدوا من هذا الدرس استفادة جيدة وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس اللغة العربية مكون علوم اللغة وحدة أو مجزوءة شعر تفعيلة للمستوى جدع المشترك أصيل تحت عنوان الاقتباس الكفايات النوعية التي نسعى من وراء تحقيقها في هذا الدرس هو أن يتمكن التلميذ من المقارنة بين الاقتباس والتضمين وأيضا أن يتمكن من استعماله في موضوع إنشائي أول ما سنبتدئ به أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات هو قراءة وضعية الانطلاق من خلال مجموعة من الأمثلة التي هي في شكل أبيات شعرية قال البحتري مادحا فاسلم أمير المؤمنين ولا تزل تعطى الزيادة في البقاء والتشكر قال أبو تمام راتيا كان الذي خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون قال ابن سنائي الملك رحلوا فلست مسائلا عن دارهم أنا باخع نفسي على آثارهم إذن من خلال هذه الأمثلة والتمعن فيها نرى أن في المثال الأول هنالك استعمال للشاعر لعبارة تعطى الزيادة في البقاء والتشكر وهذه العبارة هي في الواقع مستقاة من القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم كذلك في المثال الثاني عبارة إنا لله وإنا إليه راجعون إذن هي عبارة أيضا مستقاة من القرآن الكريم مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 156 إنا لله وإنا إليه راجعون ونفس الشيء في المثال الثالث حيث اقتبس الشاعر شيئا من القرآن وخصوصا من سورة الكهف الآية 6 حيث قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إذن من خلال ملاحظة هذه الأمثلة يتبين لنا واضحا أنها هي مستقاة ومقتبسة ومأخوذة من مصدر شرعي وهو القرآن الكريم وهذا لا يعني أن الاقتباس فقط أخذ من النصوص القرآن فقط بل يمكننا أن نقتبس أيضا من الحديث النبوي الشريف ولكن هنالك شرط يجب أن يتوفر في ذلك وهو أن يدرج ذلك الكلام المقتبس دون الإشارة الصريحة إلى ذلك لتأكيد المعنى ويجب أن نقتبس الكلام مع بعض التغيير القليل في أصل الكلام وهذا ما نجده مخالفا في التضمين فالتضمين هو أن يضمن المتكلم كلامه شيئا من مشهور الشعر أو النثر لغيره من الأدباء والشعراء لكن
التصرف. إذن أعزائي التلاميذ، تعرفتم على الفرق ما بين الاقتباس والتضمين. فالاقتباس هو أخذ شيء من القرآن أو من الحديث النبوي مع بعض التصرف فيه، لكن التضمين هو أن تأخذ شيء من مشهور الشعراء أو الأدباء مما قاله من حكم وأفكار وأقاويل دون تصرف. وفي النهاية أحيلكم أعزائي إلى مجموعة من التمارين التطبيقية التي اخترتها لكم من أجل المزيد من الفهم والاستفادة قصد التمرن أكثر على التمييز ما بين الاقتباس والتضمين. وشكرا لكم، وإلى حصة أخرى إن شاء الله. أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم استفادة جيدة من الدرس، وإلى درس مقبل إن شاء الله.